السلام عليكم، معكم رشيد. اليوم عندنا مشكل توقف جهاز دريم صارت 520 اش دي ميني، جهاز من فئة معالج جي اكس 6605 الاس. حل ديال الجهاز غيكون فقط غيكون باللودر، تقريبا ما عندوش حل بالكليك. غادي خصنا كابل، غادي خصنا كابل من هاد الفئة، من السريال ميني يو اس بي. الشيما ديالو هي هادي، نتمنى تكون واضحة. المهم نبداو على بركة الله، وغادي ندخلو ل جي اكس داونلودر. هنا غادي نختارو شيب تيب وندير اوردر. هنا غادي نخليوها في جي اكس 6605 الاس سريال 4. غادي نشوفو الفور اللي عندنا. هنا باقي مركبش كابل ديال فلاش، هو هذا. انا عندي حاسوب بورطابل، انا غادي نسد البرنامج، غادي نعاود نحل البرنامج، غادي نعطيني كوم 5 او فاش كنكونيكتو. إلا بغينا نعرفو الكوم لي كونيكتي غادي نديرو هنا، غادي نديرو هذا فوق بيتي، نديرو جيستون ديريكت. هنا غادي نمشيو للكوم، هنا فوق 5 كوم 5 غادي نسد. هنا غادي ندير سريال داون، غادي نختار اول فايل، غادي نختار فايل في الكين، غادي ندير ندير شي فيلم في الكين الكرسي ديالي. هنا غادي نختار هذا دريم صارت 25 نو بروتكت. هذا البين، هذا الفلاش انا عدلته حيت منه واحد بروتيكسيون. كطلع ملي كدوز الفلاش العادي كيطلع لك واحد بروتيكت في الجنب. غادي نديرو ستار، غادي نطفي الجهاز ونعاود نشعلو. راه خدام على بركة الله.
هنا غادي نطفي الجهاز ونشعلو. مبروك عليكم العملية تمت بنجاح. التعديل 20.5